دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 العوافي من ديمقراطية. بدنا نبدأ حلقتنا الليلة بتعزية وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل بوفاة بيه اليوم عن عمر 100 سنة. العوافي معالي الوزير. العوافي. العوض بسلامتك والله يرحمه. شكرا وإن شاء الله بتسلم. فينا نعرف كيف كان يعيش المرحوم الوالد لحتى وصل لـ100 سنة؟ من وقت ما طلعوا التلفزيونات من الـ60s لمبارح بأكثر من 50 سنة يسمع نشرات الأخبار من دون صوت. من دون صوت؟ ليش؟ كان الله يرحمه يقول لي يا ابني هودي كلهم كذابين. طيب كيف كان يعرف انهم عم بيكذبوا طالما كان يخفي الصوت؟ سألته مرة هيك فقال لي يا ابني بمجرد ما يحركوا شفافهم بيكونوا عم بيكذبوا. شكرا معالي الوزير والعوض بسلامتك. وهلأ منقول العوافي للنايب وليد جنبلاط. العوافي. أصوات كتير اعترضت عليك اليوم لأنك أعلنت تأييدك لتشريع زراعة الحشيش بلبنان. يا قرج وليش اعترضوا؟ قال لي أنه هالزراعة ما بتنضبط وبتسهل للشباب اللبناني أنه يتعاطى المخدرات. جهلي ما بيفهموا انه هالشاب اللبناني اذا بده يتعاطى مخدرات ببطل اذا ما كانت بضاعة بلدية او بقاعية. بالمقابل الشاب اللي ما بده يتعاطى المخدرات راح يصير يتعاطى اذا قالوله هيدي بضاعة بقاعية. يلا شجع الصناعة الوطنية. في غباء لا تواخذني في غباء يقرد. طيب عم بيقولوا انه تشريع زراعة الحشيش بيدخل $2 مليار سنويا لخزينة الدولة. صحيح كذلك منافع الحشيش الطبي كتيري ومتعددة وهي نبتة غير مضرة إلا بحالة الإدمان. على قليل إنه الشعب بيصير ينخعله نخعة وبيسطل وبلا هالتعصيب كله. يا قرد الشعب مش عايز شي ليسطل. إيه لو منه مسطل كان في شعب بهالبلد. يا قرد. شكرا وليد بيك والعوافي للنايب عم طلق بنصر. العوافي. قداسة البابا بدو يزوروا الأماكن المقدسة بالقدس وغبطة البطرك الراعي بدو يرافقوا. فشو تعليقك على بعض الأصوات اللي بلشت تعترض كيف بدو يدخل البطرك على إسرائيل وإسرائيل بلد عدو؟ هودي اللي عم يعترضوا ينقبروا يسكتوا. البطرك ما بدو إذن من حدا تيزور كنيسة المهد وقبر المسيح. بعد ناقصنا كم شلعوط يحددولنا وين بدنا نصلي. هي الفكرة انه عم يدعس باسرائيل ارض عدوة. طيب بكرة لمن بدهم يحرروا القدس وين بدهم يدعسوا؟ مش بارض اسرائيل؟ او بيحرروا على الانترنت بالاول وبيرجعوا يفوتوا عليا. اش هالحكي والترشق هذا العمى؟ شكرا استاذن عمطلّة ابي نصر. بعد الاعلان السفير السعودي رجع. فشو رجع يعمل؟ تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. رجع اليوم على لبنان السفير السعودي علي عواد عسيري. النكتة المهضومة انه عسيري اعلن انه السعودية مش عم تتدخل ابدا بانتخابات رئاسة الجمهورية. فنحن صدقنا هالنكتة وقدمنا لكم هالسكاتش الترحيبي بالعسيري والتنين بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك. الو ايه يا هلا يا هلا. الحمد لله. لا بدي اعتذر لانه سعادة سفير المملكة العربية السعودية علي عواد عسيري رجع على بيروت وبدي اكون متفرغ لانه ما بعرف ايمتى بيتصل فيي وبيقلي بدي اشوفك يا فؤاد. بتعرف ادمين على استحقاق. شكرا. الو نعم مين؟ يا هلا يا هلا. المناسبة بعد يومين. يا قرج من لحظ بعتذر. ما في يكون بحس السفير السعودي علي عواد عسيري رجع لبنان وما بدي يكون ستاند باي. ما بعرف اي متى بدي قلي. يا قرج. الو اهلا فتفوت كيفك حبيبي؟ ايه قلي
لا مش ناسي، بس معالي عواض عسير سفير السعودية اجى على لبنان وبدنا نضل متأهبين ومفضيين حالنا لأنه ما بنعرف أي متى بيطلبنا. سوري حبيبي. بونجور حكيم، بونجور حكيم، بونجور حكيم، حكيم بونجور. جورج، الحكيم ما بقى رح يحكي ولا كلمة إلا من بعد ما يشوف السفير علي عواض عسيري. حرية، سيادة، استقلال، كلمات بلدنا عسير. دوما دوما تك، دوما دوما تك، أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك، دوما دوما تك، بننطر وقته تيك ورا تك، 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 تيك تك، تيك تك، تيك تك، تيك تك.